هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بالتصرف وقامت إسرائيل بهذه العملية؟ نعم، أعتقد بالتأكيد. بداية أشكرك على استضافتي. أعتقد بأن الولايات المتحدة بالتأكيد قد أعطت موافقتها والضوء الأخضر للإسرائيليين لتنفيذ هذه العملية، وهذه تسمى الخطة البديلة الإسرائيلية. الخطة البديلة الإسرائيلية هي تسريع عملية الاغتيال هذه، سواء كانت اغتيال العلماء، ويبدو الآن بأنهم يلاحقون القيادات لفيلق القدس والتابع للحرس الثوري الإيراني، وهذا شيء يبدو بأنهم يصاعدون فيه ويسرعونه، ويبدو بأن التوتر يتزايد ما بين إسرائيل وإيران، وهذا ليس سرا. الإسرائيليون لديهم شبكات كبيرة في الداخل الإيراني، سواء كانوا هم في الحقيقة حتى بعض المسؤولين الإيرانيين وحتى MEK، وهم أشخاص من مجموعات مسلحة والتي تساعد الإسرائيليين، ويمكنهم أن يكونوا أعين وآذان الإسرائيليين، وخصوصا في هذه العملية ضد العقيد خدائي. يبدو أنها كان مخططا لها تخطيطا دقيقا وجيدا، ويبدو أنه خطط لها بتدريب أنا تلقيته بنفسي في المراقبة والمراقبة المضادة. 90% من الاغتيالات مثل هذه تحصل عند مسكن الشخص المستهدف، وبالتالي فأجد أنه من المثير بأن شخصا بمنصبه المهني يترك دون حراسة حتى في بيته، وأخذين بعين الاعتبار أيضا لما نشر حول هذا الموضوع والمعلومات التي نشرت مسبقا، أنا متفاجئ بأنه لم يحصل على حماية إضافية بناء على المعلومات السابقة. وأيضا أسلوب الاغتيال الذي يستخدم الدراجة النارية على ظهره شخصان يجعل عملية الاغتيال سريعة جدا ودقيقة للغاية وفي ثوان قليلة، ومن ثم المنفذون اختفوا فجأة. وهذه عملية كانت فعالة جدا، وأعتقد أننا سوف نرى ازديادا في عملية الاغتيال، وأنها لن تتوقف عند اغتيال العالم بل حتى أفراد من فيلق القدس، حيث أن الإسرائيليين قالوا أنهم بالتأكيد ليسوا راضين عن فيلق القدس، وخصيصا عن الإيرانيين في سوريا الذين هم من فيلق القدس تحديدا، وحيث أن هذا الشخص كان مسؤولا عن نقل الأسلحة إلى سوريا، فبالتأكيد هو هدف مهم للغاية للإسرائيليين.